بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. صدق الله العظيم. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، مع درسنا النهاردة في الجغرافيا درس الليل والنهار. إحنا عندنا الكرة الأرضية بتدور دورتين، دورة فيهم بتدور حوالين نفسها والدورة التانية بتدور حوالين الشمس. دورتها حوالين نفسها إحنا هنسميها الدورة اليومية. وهنا هنحب ننبه على حاجة، إن أنا ممكن في تعريف الدورة اليومية أقول هي دوران الأرض حوالين نفسها، أو ممكن أقول دوران الأرض حوالين محور. إيه هو محور الأرض؟ محور الأرض هو خط وهمي إحنا بنتخيل وجوده. الخط ده المفترض إنه هو هيمتد ما بين القطب الشمالي مار بمركز الأرض وينتهي عند القطب الجنوبي، والمفترض إن آدي المحور وهتبقى الأرض بتدور حواليه كده. طيب هل يا أستاذ الأرض فعلا شكلها كده؟ لا، الأرض في الأساس ميلة شوية، بمعنى أن الأرض بتميل بزاوية حوالي 23.5 درجة. بس طبعا إحنا مش هنقدر نقول أن الأرض هي اللي بتميل، ولكن هننسبها للمحور. فهنقول أن محور الأرض مش واقف عمودي كده، ولكن محور الأرض بيميل بزاوية 23.5 درجة، وبتبدأ الأرض تدور حوالين المحور. دوران الأرض حوالين محورها هيعمل لي 4 ظواهر. الظاهرة الأولى اللي هي ظاهرة تعاقب الليل والنهار، بمعنى أنا عندي دلوقتي آدي الكرة الأرضية، وهنفترض إن أنا عندي دي الشمس. الجزء دون هو اللي مواجه للشمس، الجزء التاني بعيد عن الشمس، ده معناها ان الجزء ده هو اللي نهار والجزء ده هو اللي ليل. هتبدأ بعد كده الارض تدور. لاحظ معايا ان كل ما الارض هتدور ده معناها ان الجزء دون هيبقى نهار والنص التاني هيبقى ليل. بعد كده هتبدأ الأرض تكمل دوران، الجزء اللي كان ليل ده هيلف وهيجي هو قدام الشمس ويبقى نهار، والجزء اللي كان قدام الشمس هيبعد عنها ويبقى ليل. ده معناها إيه؟ ده معناها إن الليل والنهار موجودين على الأرض في نفس الوقت، النص دون نهار والنص دون ليل. ولذلك حتى في قرآننا العظيم يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يسبقه إزاي؟ ما هو صحيح في نص دايما عندك نهار ونص دايما عندك ليل. يبقى إذن الظاهرة الأولى اللي نتجت عن دوران الأرض هو تعاقب الليل والنهار. الظاهرة الثانية حدوث ما يعرف بالشروق والغروب، بمعنى احنا عندنا دلوقتي النص دون هو اللي مواجه الشمس فقلنا هو اللي نهار، والنص دون ليل. لما هتبدأ الارض تدور هيبدأ النص اللي كان نهار ده يبدأ يظلم تدريجيا، وده اللي احنا بنقول عليه غروب الشمس. النص اللي كان بعيد عن الشمس هيبدأ هو يدور ويجي قدام الشمس، فده اللي بنقول عليه شروق الشمس. طيب ما احنا كده يا أستاذ عندنا كل بلد هتشرق عليها الشمس، وفي المقابل البلد التانية هتغرب عليها الشمس. بالظبط، ولذلك في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. لأن فعلا انت عندك كل بلد هتشرق عليها الشمس،
في المقابل هيكون في بلد تانية هتغرب عليها الشمس. طيب الظاهرة الثالثة هي ظاهرة انحراف الرياح. لو احنا فرضنا ان انا عندي ادي الكرة الارضية، ده خط الاستواء، ده النص الشمالي وده النص الجنوبي من الارض. هنلاقي ان الرياح بسبب حركة الارض ودورانها، اذا كانت الرياح في النص الشمالي هتبدأ تنحرف ناحية اليمين. طيب ولو هي في النص الجنوبي هتنحرف ناحية اليسار. وخلي بالك من حاجة دايما بيقع فيها الطلبة، بيجي يقول لك ان هي في النص الشمالي تنحرف ناحية اليمين فيبقى في النص الجنوبي تنحرف ناحية الشمال. لا، هنا مش هينفع نقول كلمة شمال، لان معروف ان شمال الارض هو اعلى، ولكن لازم هستخدم كلمة يسار. يبقى معناها ان دوران الارض حوالين نفسها هيسبب انحراف الرياح. لو الرياح في النص الشمالي هتبدأ تميل ناحية اليمين، مش هتتجه لفوق، ولو هي في النص الجنوبي هتبدأ تميل ناحية اليسار. الظاهرة الرابعة انحراف الأجسام الساقطة على الأرض، بمعنى ان بسبب دوران الأرض حوالين نفسها أي جسم بيسقط على سطح الأرض من الأعلى بينزل مائل مش بينزل عمودي. نوضحها، لو فرضنا أن أنا عندي ده سطح الأرض وفي جسم بيسقط على الأرض من الأعلى، المعتقد أن الجسم هيسقط كده على الأرض بزاوية عمودية، لكن لا، بسبب دوران الأرض حوالين نفسها الجسم ده هيسقط بميل، هينزل بزاوية مائلة. طيب يا أستاذ أنت بتقول إن الأرض بتدور حوالين نفسها بس إحنا ما بنحسش بحركتها ولا حاجة. هقول لك أيوة فعلا إحنا ما نحسش بحركتها ودورانها. ليه؟ أولا الأرض لما بتدور بسرعة منتظمة، سرعة ثابتة ما بتغيرهاش، لا بيجي عليها وقت من الأوقات وبتسرع ولا بيجي عليها وقت من الأوقات وبتبطئ، زي ما تكون كده راكب عربية وماشي في طريق فاضي خالص والعربية ماشية بسرعة واحدة، ساعتها انت هتفقد الإحساس بأن العربية بتتحرك، هتبدأ بس تحس لو هي سرعت فجأة أو بطأت فجأة. احنا بالظبط على الكرة الأرضية بنحس نفس الإحساس بالظبط، بما اننا عايشين على الأرض والأرض بتتحرك بسرعة واحدة فاحنا مش حاسين ان هي بتتحرك. ضيف لي كده نقطة تانية مهمة هي فكرة الجاذبية الأرضية. جميع الأجسام اللي موجودة على سطح الأرض منجذبة للأرض، يعني ببساطة الأرض بتحركنا كلنا، بتحرك الإنسان والنبات والمباني والمنشآت، فبما إنها بتحركنا كلنا فوضع طبيعي إن الأجسام هتفضل في نفس أماكنها مش هتتغير بالنسبة لبعض. يعني إيه يا مستر؟ يا سيدي هديك مثال بسيط جدا، لو فرضنا دلوقتي إن أنا واقف جنب مبنى والأرض بتتحرك، الأرض هتحركني أنا والمبنى في نفس الوقت، ده معناها ان انا برضو هفضل جنب المبنى ما تغيرش مكاني. فبما ان الارض جذبانا كلنا وبتحركنا كلنا مع بعض فاحنا ما بنحسش ان الارض بتتحرك. طيب وهل الجاذبية على الارض زيها زي باقي الاجرام السماوية؟ هقول لك لا، في اختلاف. يعني على سبيل المثال القمر الجاذبية عليه سدس جاذبية الأرض، ده معناها إن لو الإنسان طلع على القمر هيلاقي نفسه مش هيقدر يقف على سطحه، بل بالعكس ده ممكن الإنسان يطير على القمر. ليه؟ مفيش جاذبية، مفيش حاجة شدة لسطح القمر. في حين إنك أنت لو طلعت على
كوكب المشتري هتلاقي الوضع يختلف. الجاذبية على المشتري عالية جدا، لدرجة ان انت لو حطيت رجليك على سطح المشتري مش هتقدر ترفعها. بالبلدي رجلك هتلزق في سطح المشتري، لدرجة ان انت مش هتقدر تخطو خطوة عليه. وده برضو يثبت لنا رحمة ربنا بينا، انه لا خللنا الارض جاذبيتها خفيفة زي القمر، ولا خللنا الارض جاذبيتها شديدة زي المشتري. وفي الختام، ظاهرة الليل والنهار ظاهرة مهمة جدا. مهمة جدا ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلقها للانسان علشان يقدر يوازن ما بين شغله وما بين راحته، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اعزائي الطلبة، اتمنى اكون قدرت اوضح لكم معجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى، معجزة الليل والنهار. وشكرا. We'll be right back.